ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمدراء العموم الأعضاء في المجلس. واستعرض الأعضاء في بداية الاجتماع مقترح تطوير معايير التعليم العالي في إمارة دبي، قدمه معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك بناء على تكليف من المجلس التنفيذي بحيث يضمن المفاهيم الأساسية لتصور الارتقاء بجودة التعليم العالي في دبي. من جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس التنفيذي على عرض قدمته دائرة التنمية الاقتصادية يتعلق بنظام الشراكات المخالفة للقوانين والأنظمة، بحيث يتيح النظام البيانات للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها معرفة تلك الشركات والمؤسسات، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كيفية التعامل معها. وناقشت بلدية دبي أمام أعضاء المجلس استراتيجية جودة الهواء في إمارة دبي، بحيث يتم الإعلان عن مبادرات تهدف إلى تقليل ملوثات الهواء الناتجة من بعض القطاعات.